فيديو. اشرب كوباية شاي وتعالى شوف الدنيا فيها ايه عشان تبيت الونش من الليل. ما شاء الله صدق. ما عشان تتفق المهندس هيبقى واقف منك ليه. ما شاء الله. سلام عليكم. ماشي يا حبيبي. بصورك عشان ابعتك لل لازم بتاع اسم السيدة زينب بيعرف الناس اللي كانوا شغالين هنا عشان بيقولوا لنا عشان ايه ده برضه اسمه برج الشرطة لا عشان لو حصل اي حاجة ولا كده اقول له الناس دي اللي كانت شغالة والناس ديت تمام سليمة يعني مفيش اي حاجة لا يا عم بالك مفيش اي حاجة عايز يعني. تاخد البطايق لا 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 عايز اخد البطايق بس خد البطايق وصورها سيدي وتقوم بيه لا لا الا الله احنا بنعمل الكاميرا الخفية يعني خلي بالك يا عم محمد انت لما جيت على الكبري قلت لك انا مش هجيب ناس وايه بصوا انت بظر معاك انا قلت لك مش هجيب ناس وايه وخلاص بظر معاك